سنتين وهاي اثنين ولا صار ست سنين احمد ست سنين ونص كمان ما بعرف من شيء رحت دورت وسالت ورحت ما خليت محل ما حد اعطاني عنه شيء الغالب يقول لي مان هون مان هون بس صرت نايع على السجن انقطعت من السير ضليت النهار نايمه بالطريق مش عارطيف نمت وما حدا قال لي اهل وين هني شو بدي اسوي من دروب صح هذا نقطوا حاجز واخذوا فقط عسكري ما ضرهم شيء جزاك الله خير